أسألك الأول يعني عن مقابلتك مع محمد صلاح، كيف تم الإعداد والترتيب لهذه المقابلة؟ حقيقة كما حضرتكم تعرفون أنا أعتقد أن في أعمل في جريدة آش وأبدأ أن أجمع معلومات عن أتلتيكو مدريد وأحاول بكل مقدرتي أن أعمل لقاءات مع جميع اللاعبين، ومحمد صلاح هو من أفضل لاعبي العالم، ومنذ عامين أو أكثر حاولت أن أتكلم معه إلى الناس المقربين من محمد صلاح وأقدم نفسي وأقول لهم من أنا، وكان يشرفني أن أقوم بمحادثة مع صلاح من سنتين وأنا أحاول أن أقوم بهذا اللقاء أو المحادثة. هو يتكلم بكل وضوح بكل صراحة، وكان يريد أن يتحدث أن يتكلم أن يدلي ببعض البيانات ماذا حدث ما سيحدث، يعني بعض المقابلات، وكنت سعيد جدا بعمل هذه المقابلة. أين تمت هذه المقابلة؟ قمنا بها في انجلترا في مانشستر بالخصوص، وكانت مقابلة في حوالي 15-20 دقيقة، ولكن كنت أنا ساعة ظللت مع محمد صلاح أتحدث معه خارج الكاميرا وتكلمنا، وكانت مقابلة إيجابية للغاية مع لاعب في حجم محمد صلاح. استمرينا أكثر من ساعة نتحدث خارج الكاميرا ثم عملنا اللقاء. اللقاء كان في منزله ولا في نادي ليفربول؟ كان في اوتيل، كان في اوتيل، لم يكن في منزله. كان من المخطط ان نقوم به في منزله، ولكن بسبب الكورونا فيروس اضطررنا ان نعمله في اوتيل لانه يعيش مع منزله، ورأينا انه من الافضل في فندق. الوسيط في هذا اللقاء كان وكيل اعماله ولا ادارة ليفربول؟ حسنا، هذه المقابلة كانت عن طريق أصدقاء صلاح ومن يعيشون حوله ومحاولاتي، ولقد حاولت مرارا وتكرارا، كانت صعبة للغاية وكان من الصعب، ولكن وصلت إلى أحد، لم أعتمد على شخص واحد فقط ولكن اعتمدت على الكثير من الأشخاص، المحيط الذي يحيط بصلاح، أصدقائه أقاربه، تحاولت أن أصل إلى أي من أقاربي من يوصلني به، وتمكنت في